أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. مروه البغدادي تشكر نجمات الفن والإعلام على حضورهن العرض. شكرت مصممة الأزياء مروه البغدادي كل الفنانات والإعلاميات الذين حضروا عروض الأزياء بلاك أند وايت، وشاركت في مسابقة اختيار ملكات المحجبات والثقافة. وقالت البغدادي كل الفنانة حضرت بشكرها لأنها بذلك تقوم بدعمي ودعم للصناعة المصرية، لأننا في نهاية نعمل من أجل تصدير منتجاتنا للخارج. وأضافت كل الفنانات الذين حضروا كانوا متميزات وجميعهن رمز للجمال والأناقة والأخلاق، وأنا كنت مصرة على تكريم فنانات وإعلاميات محجبات وغير محجبات في ذات الوقت. فكرمنا صفاء جلال ورانيا محمود ياسين وإيمان أيوب بالإضافة لمنال عبد اللطيف وميار البيبلاوي، الفنانة اللبنانية خدوجة صبري، وشكر خاص للأستاذ محمد الطويل والفنان والمخرج والصحفي جمال عبد الناصر. أحلام تطرح مقطع من أغنيتها الجديدة ومستغرب. أحلام تطرح مقطع من أغنيتها الجديدة ومستغرب على فيسبوك. نشرت المطربة الإماراتية أحلام مقطع من أغنيتها الجديدة ومستغرب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هي من كلمات ملك الإحساس عبد الرحمن العثمان للألحان فايز السعيد، توزيع زيد نديم. هي تعبانة لهدى تقترب من 2000 مشاهدة بعد ساعات من طرحها. طرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة تعبان في أول تعاون يجمعها مع المنتج هاني محروس، وهي من كلمات صلاح مندي وألحان سيد رودي وتوزيع أسامة عبد الهادي، واقتربت الأغنية من تحقيق 2000 مشاهدة بعد ساعات من طرحها. نبيل الحلفاوي لن تنجح محاولة الصيد في الماء العكر للوقيعة بين مصر والسعودية. علق الفنان نبيل الحلفاوي على بيع جزيرتي سنافير وتيران للمملكة العربية السعودية بأنها محاولة للصيد في الماء العكر، مؤكدا أن الأخوة ستظل دائمة بين مصر والسعودية. وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما إن تعقر بسبب الجزيرتين لن تفلح محاولات الصيد فيه. حركة المفاجأة لن تنال من ثقة المصريين بأن جيشهم لن يقبل تنازلا عن أرض إخوة مصر والسعودية. سمير صبري يكرم نجوم الفن والإعلام في أمسية إحسان عبد القدوس. هما نادي ليونز نايل القاهرة برئاسة الفنان سمير صبري أمسية ثقافية لتكريم اسم الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس عن مجمل أعماله الأدبية والقصصية، وذلك داخل إحدى البواخر النيلية بالزمالك. شهدت الأمسية تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام ممن ساهموا بأعمال ساهمت في خدمة المجتمع. عز السكري يكتب نفور الجمهور من أفلام 25 يناير. في مساء الأربعاء 23 مارس فتحت دور العرض السينمية أبوابها أمام الجمهور لدخول فيلم نوارة لمنة شلبي إخراج هالة خليل، وكذلك في 29 مارس لدخول فيلم حرام الجسد لناهد السباعي وأحمد عبد الله محمود إخراج خالد الحجر، وكلاهما تدور أحداثهما في فلك ما بعد 25 يناير 2011. حاول أصحاب دور العرض إغراء جمهور السينما لدخول الفيلمين طرب ودع فيش حرام الجسد، والذي بدت فيه ناهد السباعي كامرأة متعطشة للحب، وأخرى ببث بروموهات الفيلمين على جمهور الشاشات في أنحاء السينما، لكن لم تفلح الإغراءات مع الجمهور، ويبدو إنه لم يعد قادر على الرجوع بالذاكرة إلى 25 يناير. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية. كانت معكم وكيدة عبد اللطيف ياسر حماية من أخبار اليوم.